النهارده بنبدا بالتاريخ الوحده الثالثه، هنراجع النهارده درس الحكم العثماني ودرس الحمله الفرنسيه. بنبدا مع بعض النهارده اول سؤال. السؤال الاولاني بيقول لي اكتب كلمه صح امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه مع تصويب الخطا. قال تعرضت دوله المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجال الصالح. خلي بالك تاني، تعرضت دولة المماليك لتدهور. يا جماعة تدهور اقتصادي خلاص نتيجة لاكتشاف طريق الرجال الصالح، يبقى الإجابة صحيحة. خلاص نقف هنا. طب ممكن السؤال ده يجي لنا بسؤال تاني؟ هو مين يا ولاد اللي اكتشف طريق رأس الرجال الصالح؟ برافو عليك، البرتغاليين. يبقى ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ ممكن يجي لك سؤال يقول لك ساهمت دولة نقط في ضعف قوة المماليك الاقتصادية، ويجيب لك بقى انجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال. يبقى مين يا جماعة؟ البرتغال. طب ليه البرتغال يا ولاد؟ لأن البرتغاليين هم اللي اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، فالتجارة هتتحول من الشرق والغرب إلى هذا الطريق. طب ممكن يجي لك سؤال تاني، ما النتائج المترتبة على اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح؟ هقول له أدى إلى تحول طرق التجارة من الشرق والغرب إلى هذا الطريق، مما أدى إلى تدهور قوة المماليك الاقتصادية. ممكن يجي لك سؤال ثالث، ممكن لك ما العلاقة بين، ما العلاقة ايه؟ بين ايه يا ولاد؟ بين البرتغاليين وتدهور دولة المماليك. أو ما العلاقة بين الكشوف الجغرافية خلاص وتدهور قوة المماليك الاقتصادية؟ هقول له أدت الكشوف الجغرافية إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تحول طرق التجارة بين الشرق والغرب إلى هذا الطريق، فتدهورت قوة المماليك الاقتصادية. يبقى أنا عندي يا ولاد أكتر من سؤال على جزئية واحدة، وده السؤال الأولاني. لو جينا نكمل مع بعض ولاد السؤال الثاني، بقول يا ولاد السؤال الثاني بيقول لي انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول. هل العبارة صح ولا غلط؟ طبعا العبارة دي خاطئة يا ولاد، العبارة دي ايه؟ خاطئة. ليه يا ولاد؟ بص يا ولاد، أنا عندي سليم الأول زي ما أنا عارف دلوقتي لما هيجي يوسع دولته اللي هو السؤال ده ولاد جاي تحت أهو، اللي هو اتجه السلطان سليم الأول في بداية القرن ال 16 في فتوحاته نحو مين يا ولاد؟ نحو الشام. سليم الأول لما جه يتوسع، اتوسع نحو مين يا ولاد؟ نحو الشرق زي ما هنعرف دلوقتي. طيب وهقول لكم ليه كمان شوية، جه الشرق. لما جه يتوسع نحو الشرق يا ولاد، لا عندنا القوة في الشرق. برافو عليك، لا عندنا قوتين. الدولة الصفوية اللي كانت في إيران، والدولة المملوكية اللي كانت في مصر والشام. الأول اتجه نحو مين يا ولاد؟ نحو الصفويين. ودارت بين الصفويين والعثمانيين والسلم الاول معركه اسمها معركه جلديران عام 1514. خلاص؟ انتهت على ايه؟ يبقى انتهت على مش بقى هزيمه، يبقى انتصار سليم الاول. خلاص؟ على الصفويين. واحتل عاصمتهم ايوه تبريز. خلاص يا ولاد؟ يبقى العبارة إيه يا ولاد؟ يبقى العبارة خاطئة يا ولاد. نكمل؟
وحضاريا وعسكريا. الراجل ده قال اوروبا بتفوق عن حضاري وعسكري. لو انا رحت اوروبا هتهزم. فاعمل ايمان الاضعف في ايه مين؟ للشرق. خلاص؟ طيب نيجي على السؤال اللي بعد كده. بقول ليك السؤال بعد كده يا ولاد، بقول لي هزمت جيوش طومان باي في معركة ملج ضارب. هزمت جيوش طومان باي في معركة ملج ضارب. طيب هل يا ولاد الإجابة دي صحيحة ولا خطأ؟ طبعا العبارة خاطئة. ليه يا ولاد بقى؟ نقف هنا يا ولاد. أنا كنت مسلم الأول هنا على الشرق، صح؟ تمام. لقى قوة في الشرق قوتين، قلنا الدولة مين؟ الصفوية والدولة المملوكية. الصفوية خلاص انتصر عليها في معركة جلبة. الدولة المملوكية يا ولاد قامت يا ولاد بين المماليك والعثمانيين معركتين. معركة ملج ضارب اللي هي 1516 ومعركة الريدانية اللي هي 1517. يبقى أنا عندي كام معركة؟ اتنين. ملج ضارب 1516 والريدانية 1517. والاتنين كانوا بين مين ومين يا ولاد؟ الاتنين برافو عليكم كانوا بين المماليك والعثمانيين. تمام؟ والقائد العثماني في الاتنين واحد، سليم الأول. أول معركة اسمها معركة ملج ضارب 1516. مين اللي انتصر؟ كان بقيادة مين بقى؟ كان بين المماليك بقيادة قنصوة الغوري والعثمانيين بقيادة سليم الأول. مين اللي انتصر يا أولاد؟ انتصر سليم الأول على الغوري. ده معركة ملج ده ونتيجتها استيلاء العثمانيين على الشام. يبقى العثمانيين استولوا على مين يا ولاد؟ على الشام عام 1516 بعد معركة ملج ضارب. طب لما خدوا الشام امريكا سكتت؟ لا، على طول اتحرك بقى مين؟ طومان باي. طلع طومان باي عشان يقابل العثمانيين واتقابلوا الاثنين مع بعض في معركة اسمها الريدانية في صحراء العباسية في مصر 1517. انتهت على ايه يا ولاد؟ انتهت على هزيمه مين برضو؟ المماليك. واعرف دلوقتي المماليك كانت هزمت. وانتصار مين؟ العثمانيين واستلاهم على مصر. ومن ساعتها 1517 مصر هتتحول الى ولايه عثمانيه. يبقى اصبحت مصر ولايه عثمانيه منذ عام 1517 بعد معركه الريدانيه اللي اتهزم بها مين؟ طومان باي. وعلى فكره طومان باي ده اخر سلاطين دوله المماليك في مصر. وخلي بالك مش عارف انا كنت بدكه في امتحان الشهر وكان لازم تبقى خبطت فيه. اهو اخر سلاطين دوله المماليك في مصر هو يبقى طومان باي. تمام يا ولاد؟ طومان ايه؟ طومان باي. تمام؟ يبقى انا عندي كده يا ولاد خلاص اسئله صح وايه؟ وغلط، وعاوزكم تركزوا على المعركتين اللي احنا قلناهم، معركه ملج ضارب ومعركه الريدانيه، وانا تحت يدوب عليها سؤال مكرر. نيجي بقى على صح وفعل اكتر اكل اكل العبارات. بص يا ولاد، قال تراوحت مده بقاء مرض بين سنه الى ثلاث سنوات. احنا اتفقنا دلوقتي يا ولاد ان مصر بقت ولايه عثمانيه سنه كام؟
الويل، وده اللي هيتقال كده في الحكم، وده كان لازم يكون عثمان، يبقى أول فعل هي الويل. طيب السؤال الثاني يا ولاد بيقول لي إيه؟ بيقول لي الرواية أهو، السؤال بعد كده: على الفلاح المصري من ظلم نقط في جمع الضرايب. والجزئيات دي من الجزئيات المهمة يا جماعة، الجزئيات دي من الجزئيات المهمة. على الفلاح المصري من ظلم نقط في جمع الضرايب. طبعا ظلم مين؟ ظلم الملتزمين. الدولة العثمانية يا ولاد هيطبقوا في مصر ما يعرف باسم نظام